وقوفا على ميدانيات الأوضاع في قطاع غزة من جنوب القطاع خان يونس تحديدا ينضم إلينا الصحفي غازي العلول. غازي، ضعنا في صورة تحديثات المعلومات في هذه الساعة على الأوضاع الميدانية، ما يحدث من عمليات نزوح إلى المشافي مع التهديدات الإسرائيلية، وإن كان هنالك أي جديد على صعيد الأوضاع الإنسانية كذلك. نعم، تسابيح ميدانيا، يمكن رصد عدد من الاستهدافات في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، بالتحديد في منطقة الصفطاوي وكذلك حي النصر في الشمال من مدينة غزة. الاستهدافات كانت لمنازل لعائلة درويش وكذلك عائلة الكرد الذين وصل عدد الضحايا في هاتين الغارتين إلى 18 ضحية، وعشرات الإصابات الذين وصلوا إلى المستشفيات في شمال القطاع. أيضا في المنطقة الوسطى، بالتحديد في المغراقة، كان هناك استهدافا قبل نحو ربع ساعة من الآن لمنزل يعود لعائلة الحلو، وعلى إثره أيضا وصل عدد من الضحايا والإصابات إلى مستشفى الشهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. ولكن ما نلحظه هو الهدوء الذي ساد المنطقة الغربية لمدينة غزة، بالتحديد منطقة تل الهوى التي شهدت على مدار أربع ساعات خلال هذا اليوم استهدافات متواصلة وعنيفة وأحزمة نارية في محيط المستشفى القدس، والتي طالت عددا من الأبراج والأبنية المحيطة بهذا المستشفى، والتي على إثرها تضررت مرافق المستشفى وكذلك انقطعت أجزاء من الكهرباء في داخل هذا المستشفى الذي يضم الآن أكثر من 14,000 نازح وأيضا مئات المرضى وكذلك الكادر الطبي. أيضا الاستهدافات التي كانت في قلب مدينة غزة انخفضت وتيرتها عن صباح وظهر هذا اليوم، ويقتصر فقط الاستهداف على المناطق الشرقية، بالتحديد منطقة حي الشجاعية وحي الزيتون. المدفعية لا زالت تواصل عملها في هذا الإطار. كذلك في شرق البريج يرصد هناك عدد من الاستهدافات من القذائف المدفعية التي تسقط على المناطق الشرقية، وكذلك الأحداث ميدانيا في الشمال وكذلك الشمال الشرقي من قطاع غزة، هناك عدد أيضا من القذائف المدفعية التي تتواصل بالسقوط على هذه المناطق الشرقية. ولكن وتيرة الاستهدافات بدت أقل خلال الساعة الماضية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية وعلى مستويات منخفضة. هذا اليوم كان يوما دمويا كما تقول وزارة الصحة. نعم، بالنظر إلى كثافة الاستهدافات التي طالت عدة أماكن في مدينة غزة. من خان يونس جنوب قطاع غزة الصحفي غازي العلول، شكرا جزيلا لك.